اوكي، صباح الخير عليكم، صباح النور عليكم، صباح الفل والياسمين والورد وصباح السعادة لكم كاملين. ان شاء الله اليوم عندنا وصفة جد جد سهلة وجد سريعة، كيف ما عودناكم دائما، وصفة بالجمبري كروفيت او براون شريمب. فالوصفة جد جد سهلة وجد سريعة، هي وصفة اسبانية اسمها جامباس على خيلو. هذه الوصفة جد مشهورة باسبانيا، فخليكم مع الوصفة اللي جد سريعة وان شاء الله تنال اعجابكم. يلا، فلتحضير طبق الجامباس على خيلو الإسباني أو طبق الجمبري الإسباني، نحتاج إلى جمبري، نحتاج إلى ملح، فلفل أحمر حلو، فلفل أسود، بقدونس، ثوم مفروم، ونحتاج إلى تشيلي فليكس أو رقائق الفلفل الحارة، زيت زيتون وعصير ليمون. في مقلاة ساخنة نضع زيت الزيتون ثم نتركه ليسخن قليلا، ثم نقوم بوضع كمية وفيرة من الثوم. فهذه الوصفة تعتمد كثيرا على الثوم، ويجب أن يكون الثوم بكمية وفيرة. نضع الثوم بزيت الزيتون ليتحمر قليلا، ثم نقوم بإضافة الجمبري ونطبخ الكل معا. نقوم بإضافة الملح ثم الفلفل الأسود قليل من الفلفل الأحمر، والقليل من التشيلي فليكس أو حبوب الفلفل الحارة. نخلط الكل معا، هذا طبق إسباني جد جد شهير ويسمى بجامباس على خيلو. في إسبانيا يقومون بإضافة نوعية من الخمر وتسمى براندي، لكن ما أن نحن عرب ومسلمين فهذا ممنوع، فإحنا حبينا أننا نحضر الوصفة من غير خمر. فمن بعد ما ينطبخ عندنا الجمبري ونتأكد أن الثوم تحمر، نقوم بإضافة بقدونس آخر شيء، نخلط مرة أخرى ثم نقوم بإزالته من على النار. فمن بعد ما نقوم بإزالته من على النار، نضيف عصير ليمون ونقوم بتقديمه مع قطع من الخبز كيف ما شفتوا الوصفة. وصفة جد سهلة جد سريعة وجميلة، والمذاق جد جد جميل. فأتمنى أن الوصفة تنال إعجابكم. فكيف ما سبق وقلت، هذه وصفة إسبانية تقليدية معروفة بإسبانيا ومعروفة بالعالم الكل. فاليوم إن شاء الله أتيحت لنا الفرصة أننا نحضرها ونشاركها معكم. أتمنى أنها نالت إعجابكم، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.